من الحوادث يلي بتعرض لها الإنسان هي الكسور. كيف بنعرف هذا العضو مكسور؟ أول شيء ببين معنا وجع كتير، وفي إحمرار، وفي ورم، وما في حرك المنطقة المصابة، وبكون عندنا في تشوه. في احتمال تكون مبينة أوقات العظمة لبرا وبكون في عنا نزف. قبل ما نبلش بالمعالجة بدي ألفت نظركم لشغلة، بس يكون في نزف بنهتم بالنزف قبل الكسر. رح نتعرف كيف نثبت الكسر. أهم شيء بالموضوع إنه الجزء المصاب، الجزء المكسور ما يتحرك. فينا نستعمل أي شيء بالبيت، ملعقة خشب أو خشب أو دفتر، حيلا شيء سميك. الهدف ما تتحرك الإيد أو الجزء المصاب. إذا افترضت أنا الكسر بالإيد من هون، بجيب هيدي بثبتها بهالشكل، بجيب القماش يلي هو فولار مقصوص بالنص وبلش فيه أول مرة، بعمل هيك ولاحظوا إنه الكسر أبداً ما عم بهز. ربطت أول مرة هيك، بدل تكون الربطة قبل الكسر وبعده، تاني ربطة بدها تكون تحت الكسر، وبدنا ننتبه أقل حركة، وأبداً مش لازم يجي أي شيء على الجزء المكسور. وما ننسى نحط فراغات تما يلعب الخشب ويسبب لنا أكثر بالكسر، لأنه عندنا أحجام مختلفة، يعني بتكون هون أدخن من هون. من بعد ما ربطناها بهالشكل ثبتنا العظمة. لازم تكون الإيد بمستوى الجسم، ما لازم تكون واطية، مشان هيك بنستعمل هيدا الفولار يلي هلا رح نشوفه، مفروض يكون بشنطة الإسعافات الأولية. نمسك هيدي الزاوية ونحطها على سويت الإيد المصابة، تنحط على صدر الشخص المصاب بهالشكل. منعلي الإيد على الهدا على الصدر هالقد، ومنجيب الجهة الثانية، منجي من ورا نربطها. أفضل تكون فوق التياب الرابطة وعلى الزاوية، منحط أو دبوس أو منعقدها حسب ما تكون هي كبيرة. هيك منثبت الكوع، ما بعود يسحب أبدا. إذا صار عندنا كسر وما عندنا أدوات لتثبيته، أهين طريقة نستعمل التيشيرت بهالشكل. منعلي الإيد على الهدا ما تهز أبدا، منحطها على الصدر، تخلي إيدنا هون، ومنعلي التيشيرت بهالشكل. مثل ما ملاحظين انه الايد ابدا ما هزت، نعليها هالقد ونتصل بالدفاع المدني على 125 تنقله على اقرب مستشفى.